الله بالخير. اليوم عندنا طبختنا مجهوس بالماش، مو قايلين موش نسوي بطريقة ثانية. هاي الماش الخضر مو بالبني، نقعناه منفوح الحين في الجدر كل ما انتم شايفين. بنزل وخليه، ننزل البصل من يبتدي تكرمل البصل، يكون هي المؤمن الاسود والفلفل البارد والفلفل الحار. ننزل الدجاج الحين عاد ما تكرمل طلعت راح تكون. ننزل الدجاج كامل فاير اليوم، يا سلام جميع انواع الفطائر. نروح حق طبختنا، عندنا احنا الماش هو يقلي كذي على طفحناه، الدجاج الحمص، ننزل الماي والماش كله عليه. هذه الطريقة طبعا فكرة جديدة. طبعا كمون بزار، كركم بزار، نص الكمية الجلان الحين. الطماط مضروب بالمكينة بالخلاط، حاط صلصة اليوم، بحط أصبار، حطينا الطماط المضروب، خليه فيه حموضة شوي، فلفل أحمر، دارسين، هيل، ومسمار. نشيل الدياي الحين، ندخله في الفرن، شلينا الدياي، بقى الماش والبصل، ننزل العيش مثل ما شايفين. فلفل احمر حار خفيف فوق بس، ندخله في الفرن. نسكر الحين بالقصدير ونقصر افضل. بنحط السمنه، بنزيد كوب ماي. احمر هني فلفل، وهذه الطريقه